مع اقتراب الذكرى الثالثة لثورة 14 من فبراير في البحرين، وعلى وقع الدعوات الرسمية والدولية لحوار مرتقب بين السلطة والمعارضة، تتصاعد وتيرة الاستعدادات الميدانية لإحياء هذه الذكرى. يقابلها تصاعد في حدة القبضة الأمنية الرسمية من قبل النظام الحاكم لمواجهتها. استشهدت المواطنة أسماء حسين علي عبد الرضا البالغ من العمر 52 عاما أثناء اقتحام قوات النظام منزلها فجر الثلاثاء 11 من فبراير من عام 2014 واعتقال ابنها. وقد أكد شهود عيان أن القوات هاجمت المنزل بطريقة وحشية بثت الرعب في نفوس قاطنيه، ما أدى إلى فقدانها الوعي وسقوطها على الأرض. قوات النظام منعت عائلة أسماء من نقلها للمستشفى، مما اضطرهم إلى طلب الإسعاف الذي لم يصل إلا بعد أن فارقت الحياة. لما التمت الجماعة هذين الملثمين في الصالة، ترست الصالة منهم وهي من خوفها على بيتها طاحت شهيدة. سيتم تشييع جثمان الشهيدة عصر اليوم الأربعاء، ومن المتوقع مشاركة الآلاف في التشييع. يذكر أن مراسيم تشييع الشهداء تتعرض للقمع، وسبق أن سقط شهداء أثناء تشييع شهداء آخرين.